لكن عشان نتكلم في كل هذه التفاصيل محتاجين بقى نعمل رؤية فنية مختلفة شوية. هنروح إلى الزميل العزيز محمود وحيد سليم، محلل أداء نادي الوحدة السعودي، وبالتأكيد هو أحد الشخصيات اللي بدأت هذه الجزئية، جزئية التحليل الرياضي والتحليل الرقمي، منذ سنوات طويلة، وإن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا معنا في هذه الفقرة. محمود إزايك، مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا محمد، وتحياتي ليك وتحياتي لكل جمهور النادي الأهلي. اولا وحشنا جدا طبعا، انت عامل شغل متميز جدا في نادي الوحده السعودي، خير سفير لينا بصراحه في المملكه العربيه السعوديه. ففي البدايه بوجه لك الاشاده الطيبه على دورك كمصري متمرس في هذه الجزئيه، بنتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا ليك، وسعيد جدا طبعا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ويعني شرف ليا انه اسمي بيتحسب ان انا من ابناء النادي الاهلي، مع اني ما كنتش لاعب او حاجه، يعني ليا منصب سابق في النادي، غير ان انا اشتغلت فترة في لجنة التعاقدات في النادي، تمام، فده ربط بشكل كبير هنا اسمي بالنادي الأهلي ومكبرني بشكل ما تتخيلوش فعلا يا محمد. تستحق كل خير يا محمود. طيب عايز اتكلم معاك عن التشكيله المتوقعه، وكنت لسه بستعرض بعض الاراء ووجهات النظر من خلال صفحات السوشيال ميديا، يلا كوره وسوبر كوره، والكل بيتكلم عن التشكيل المتوقع. لغه الارقام بالنسبه لك ممكن تروح بينا ان التشكيل الرسمي او المتوقع او الاقرب يكون في نفس الاطار اللي اتكلمنا عليه؟ بالظبط يا محمد، هو تشكيل النادي الاهلي مش هيختلف كتير، خصوصا كمان انه مستر موسيماني بيتكلم من البدايه ان هو مش حابب يغير كتير في شكل النادي الاهلي، وان هو بيعتمد على الطريقه اللي النادي بيلعب بيها بقاله فتره، مش حابب ان هو يلعب في استقرار الفرقه، بيلعب بنفس الطريقه اللي اللعيبه متعوده عليها، مع انه كان موسيماني نفسه قناعاته الشخصيه ان هو مقتنع بطريقه تانيه مختلفه عنها شويه، لكن مع الوقت هيبتدي يحط بصمته ويغير في الوقت المناسب، لكن حاليا اعتقد هو يلعب بنفس التشكيل المتوقع من كل الناس، مش هيغير كتير، هيلعب بنفس اللعيبه، هيعتمد كتير جدا على تحفيز كل لاعب بشكل فردي لدوره في المباراه، ويفرجهم فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، والموضوع ده يا محمد يعني بيفرق كتير في نفسيه اللاعب، لما انت تكون في دماغك وفي مخيلتك خلاص في صوره حقيقية عن الخصم اللي انت هتقابله، مش الفريق ككل كمان، لا يعني مثلا انا كمحمد هاني انا متأكد ان موسيماني عرض عليه فيديوهات فرديا لبن شرقي كتيرة جدا، ازاي بيدخل لجوه، بيدخل فين، هنا بيتصرف ازاي، وجوه شوية بيتصرف ازاي، قراراته عاملة ازاي، يفرج اللاعب بيخليه يرسم في مخيلته كل حاجة ممكن يقابلها في المباراة، وده بيسهل على اللاعب كتير جدا انه مش هيتفاجئ بأي حاجة جوه المباراة. طيب عايز اسالك على جزئيه مهمه تانية، وده له علاقه كمان بالتحليل الرقمي لما تيجي تحط التشكيله الاساسيه، لكن في غياب طرأت بسبب تعرض عدد من اللاعبين لفيروس كورونا. اليو ديانج في النادي الاهلي، مدى تاثيره هذا الغياب؟ حمدي فتحي هيكون موجود مكانه، لكن ده فنيا شايفه ازاي؟ ونفس الامر في الزمالك، تغيير عبد الله جمعه، تغيير يوسف اوباما، وتغيير ايضا كمان يعني لاعب كمان اعتقد محمود الونش في خط الدفاع. اولا فنيا ورقميا على تشكيل كلا الفريقين. خلينا نتكلم على تغيير ديانج، وانا عندي يعني تفصيله مهمه ممكن تكون يعني وش خير لينا زي ما بنقول، انه ديانج لاعب بيكسر الخطوط وبيقطع الخطوط بس بالكوره بدريبلينج، ان هو بيراوغ اللعيبه وبيكسر خطوط المنافس. على الناحيه الثانيه حمدي فتحي لاعب مفيد جدا 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 لموسيماني في مواجهه الفرق اللي هي زي الزمالك وزي الاهلي لما كان في صن داونز، انه بيعتمد كتير جدا لاعب الوسط بتاعه وهو مغمض وهو بظهره للملعب، بيستلم يلف يلعب كره طويله في ظهر الظهيرين بتوع الفريق الثاني، وحمدي فتحي دي من اهم نقاط قوته، فممكن التغيير ده ان شاء الله باذن الله يكون اثره ايجابي جدا على النادي الاهلي، وان حمدي فتحي يعوض جزئيه تفوق ديانج بفكره تانية خالص، وهي التمريرات الطويله القطريه بتاعته في ظهر الدفاع، وتحديدا في ظهر ظهيرين الزمالك، وبالتحديد في ظهر اسلام جابر اللي اتفرجت عليه في الشوط الثاني في مواجهه الاسماعيلي لما لعب ظهير ايسر، عشان اشوف ايه طريقته وايه الباترن بتاعه في المركز ده، اكتشفت ان اسلام لو الوينج بتاعه اتحرك نزل لتحت في وسط الملعب بيروح معاه، فدي بالنسبه لنا كاجهزه فنيه دي بتبقى يعني زي ما بيقول رزق لينا، ده انت كده جيت لي على انت مصلحه، انا تمام. هخلي اللاعب بتاعي ينزل خطوتين وبعد كده يعمل سبرنت في ظهرك ونلعب له كور طويله، واعتقد موسيماني دارس ده كويس جدا، وان شاء الله باذن الله حمدي فتحي نشوف منه هو وعمرو السوليه، لو كل واحد عمل 5 تمريرات من دي، لو 2 بس يا محمد
قدروا ان هم يتظبطوا صح مع تايمينج بتاع تحرك الجناح او مروان محسن اللي شفناه في الفتره الاخيره بيعمل الكاتس القطعات اللي هي بين قلبين الدفاع والظهيرين بشكل مثالي، أكيد. هنشوف بشكل كبير خطوره كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله ونقدر نسجل منها طيب هدف. في المقابل بقى التأثير الأكبر ممكن عبد الله جمعة، يوسف أوباما، محمود الونش، مين غياب، مين اللاعب اللي ممكن يكون غيابه مؤثر لدرجة إن يعمل يعني اختلال في أكتر من مركز؟ انا بشوف من وجهة نظري عبد الله والونش لان الاثنين في خط واحد، فدي نص قوة خط دفاع الزمالك بتتضرب، وانه في زي ما بنقول الانسجام بيحصل خلل، ان انت بالتغيير ده محمود علاء اللي بيلعب يمين هيلعب شمال، فانت هتغير 3 مراكز من الاربعة بتوع دفاع الزمالك. احنا محمود علاء متعود ان هو بيلعب قلب دفاع ناحية اليمين، هيلعب شمال لان عبد الغني اللي هيلعب يمين، وهيلعب احمد عيد ظهير ايمن، وهيلعب اسلام جابر في الشمال، فيبقى عندك خلل في الثلاثه اللي هو قلبين الدفاع والظهير الايسر، الثلاثه مراكزهم اتغيرت، فده ممكن يعمل خلل كبير جدا للزمالك. كمان بشوف انه غياب عبد الله بالتحديد، عبد الله كان متحفظ الادوار صح من جروس المدير الفني اللي وظفه في المركز ده، كان عارف امتى يطلع من مكانه وامتى يفضل واقف وقافل، بعكس اسلام جابر اللي زي ما قلت لك كتير هيطلع من المكان ده وهيسيب مساحات وهنقدر نشتغل وراه، سواء عن طريق كمان خد بالك قفشه بيقدر يقطع من نص الملعب من العمق يروح للمساحه اللي في الظهر دي، او مروان محسن احيانا، او حسين الشحات انه يعمل فنت لورا وبعدين يروح في ظهره، فهنشوف ده كتير. إن في شاء نقطه الله مهمه بس يا محمد، نختم بيها. اه يا الماتشات محمود دي اتفضل. الماتشات دي تفاصيل بتحسمها احمد عيد الظهير الايمن للزمالك في مباراه الرجاء لعب 6 رميات تماس بشكل طولي جوه منطقة الجزاء على راس مصطفى محمد أو فرجاني ساسي. تمام النقطة دي مهمة جدا جدا، وباشيكو بيعتمد على الحاجات دي بشكل كبير سواء الكرات الطويلة أو الكرات الثابتة، فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. محمود أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وسعيد دايما بظهورك المتميز مع نادي الوحدة السعودي، خير سفير لنا بالتأكيد في دوري المحترفين في السعودية، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي، ونتكلم مع بعض بعد الماتش ونهني بعض بإذن الله. شكرا لك يا محمود. لا شكرا يا محمد، شكرا وبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. بإذن الله.